الدريه تزادتنا خويا ودفناها، تزاد سميتها مسكينه ودفناها. جينا اليوم الجمعه، جينا زعما نترحموا عليها وعلى الموتى ديالنا. اذا بينا كنلقاو بان جينا لقينا المخزن هنا البوليس وروينك حلاه هنا. جينا باش نسميتو، قال لك اسيدي راه البنت ديالكم جبدوها شي وحدين وقطعوها، قطعوا الراس ديالها ولاحوها. دابا الغريب في الامر انهم لاحوها، كانوا غاسروها مسكينه، بعدا ما غايسق لحد حتى واحد الخبر. دفنا نهار الحد اللي فات. انا كنحمل المسؤوليه السلطات المحليه ديال مدينه فاس، لان بغيت نقول بان السلطات فاشله بمعنى الكلمه. علاش؟ لحقاش الموتى ديالنا. نعم اسيدي ما مرتاحينش، مساكن ما مرتاحوش في الدنيا ديالهم وما مرتاحوش في الاخره ديالهم. شوف المقابر ديال فاس كي دايرين، سيرتو المقبره ديال بفتوح اللي فيها الشفاره، فيها الشمكاره، فيها بياع القرقوبي. وخير دليل على هذا الشيء نوريك اخويا كاع القرعه ديال الشراب، هما غادي بعد كانوا مليوحين حدانا فينا، راه كارثه عظمى هذه. تصور ان مقبره ما فيهاش لا حارس، ما فيها، فيها غير الشفاره والشمكاره. تشدو شخاي ما تشدو ما والو. حنا شوف، حنا ان شاء الله بحول الله غنتابعوا هاد الناس هاد الابعد نقطه. حنا بغينا نعرفوا الحقيقه ديال الصبيه مسكينه اللي ماتت وجبدوها. زعما علاش اصاحبي؟ واش حنا في كمبوديا؟ حنايا كمبوديا والله الا كمبوديا. انسان حتى في المقبره ديالو ما مرتاحش اصاحبي، اللهم من هذا منكار. باش نترزق الله حتى كنلقى البنيته مكفوفه على كرشها مضروبه. مشيت كنسبق عيطت لرجال الشرطه، قلت لهم اشنو اشنو، طلع رجال الشرطه وجات بالليل. ملي طلعت انا كنلقى البنت من الكفن ديالها محطوطه هنايا وضاربينها بصمام، حيدير لها الراس ديالها ويديها من التحت مكفوفه على كرشها. ما قديتش انا نقرب لها، مشيت انا عيطت للبوليس بافتوح. طلع البوليس، طلعت وريتهم البلاصه، صافي عيطوا للقائد وعيطوا هذاك، صافي هادشي اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.